بالنسبة لنفس الموضوع، بالنسبة للسلع التموينية، مصر لا توجد فيها مستودعات ومخازن، ويجب أن نعترف بذلك، استراتيجية تستطيع أن تحافظ على السلع بالجودة المطلوبة كما هي. احنا عندنا مخازن زي زمان، 4 حيطان، وقد تكون الحيطان مرشحة وقد تكون غير جيدة وقد تكون كذا، وده بنسميه مخزن. لم تعد المخازن للسلع الغذائية كذلك. المخازن النهاردة زي ما شفنا وانا بفتتح بعض المناطق اللوجستية، معنى المخزن بتجد انه هو مصنع حقيقي بأرفف، بكمبيوتر، بنظام معلومات متكامل، بأكواد للسلعة، الرف معروف بالكود، السلعة معروفة بالكمية وبالكود، كل شيء مميكن ومحترم ومنضبط. وبالتالي تم عمل في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم التجارة الداخلية والبنية الأساسية لها، ان احنا مصر محتاجة لسبع مستودعات او مخازن استراتيجية على ارضها. احنا ابتدينا باربعة في السويس، والسويس ده هيخدم خط القناة، ثم في الشرقية عشان يخدم الشرقية والجزء الشرقي من الدلتا، ثم في الأقصر عشان يخدم اهلنا في جنوب الصعيد، ثم في الفيوم عشان يخدم شمال الصعيد وجزء من الجيزة، ولكن لدينا كذلك 3 مواقع أخرى سيتم طرحها في العام القادم. هذه المخازن الاستراتيجية احنا بنشتغل ب3 مليار جنيه شهر في سلع تموينية. الدعم في السلع التموينية 36 مليار في السنة، على 12 ب3 مليار في الشهر. لما حسبنا تكلفة هذه المخازن وهتأثر على ايه، طلعت 0.3% من قيمة السلع. لو احنا وفرنا بس 1% هنبقى اكنها ببلاش، لو وفرنا 10% وهي اقل ما يذكر، هنجد ان احنا هنعوض تكلفتها واجراءاتها في اقل من 7 سنوات تبقى كلها تمت. وبالتالي تم اعتماد ذلك وبمشاركة القطاع الخاص. المخزن الواحد بيتكلف، هو كل مخزن، مش مخزن يعني مخزن، مخازن على 10 فدان، لما بتكلم على مجمع مخازن 10 فدان، في موجود فيه أماكن تبريد، في أماكن تجميد، في أماكن جافة، في أماكن لدرجات حرارة معينة وانضباط معين، وكل ده مميكن بحيث ان احنا وحاسبين الحجوم والمساحات المطلوبة من كل صنف من دول بناء على التفنيطة السلعية اللي عندنا، سواء تشتغل فراخ قد ايه، لحمة قد ايه، خضار قد ايه، سمك قد ايه، او كذلك بقية السلع الجاف. هذه المستودعات طبعا كل واحد على 10 فدان، وبالتالي احنا بنتكلم في 1.3 مليون متر مربع للمباني، وتوزيعهم زي ما قلت توزيع جغرافي حتى يمكن الحفاظ على السلع التموينية وتقصير. انا عارف ان احنا متأخرين بس هطول، بس تطويلة واحدة بس. امازون ما بقاش امازون اللي احنا بنشتري منه من العالم ده الا بالمخازن واللوجستيات. من 2 سنين ما كانش عنده منتجاته. فلابد ان احنا ناخذ بالاسباب، وما ينفعش ان انا اطلع اخزن في المصنع وبعدين اطلع من المصنع اخزن في حته وبعدين بعد كده انقل من الحته دي اودي على المركز او الحي وبعدين المركز او الحي يجي البقال ياخد. تكلفه النقل النهارده مع زياده الطاقه وزياده قطع الغيار وزيادة كذا، كل 3 أشهر مقاولين النقل بيجوا عشان نغلي عليه، نغلي فية النقل، لسبب بقى يمثل من 15-20% من قيمة السلع. أنا بكلم كلام يعني علمي مثبت، مش بكلم حاجات عشان نقولها كده. فالنهاردة بقى اللي عايز يكسب يقلل مراحل التداول ويقلل النقل. فالمخزن هنا الأوامر بتجيله
بيعمل لها تحضير بتتنقل مره واحده للبقال او لجمعيتي او لمنفذ المجمعات بتاعتنا. انما ما ينفعش نقعد التداول اللي كان موجود بيضيع السلع، وانتم تعلموا جيدا نشتكي بعد ذلك من جودة السلعة او الكيس مقطوع او الكيس نقص وزنه او الحاجات اللي احنا كلنا عايشينها مع بعض. بالنسبة للبنية الاساسية الجزء الاخر وهو المناطق اللوجستية. انا مش بدخل في نطاق وزير النقل في المناطق المناطق اللوجستية سواء الحدودية او في المواني، وهناك تنسيق كامل ما بيننا ومن بعض، ولكن المناطق اللوجستية للتجارة الداخلية الإقليمية من اختصاصات وزارة التموين والتجارة الداخلية. ومن ثم لما حضرتك اعتمدت لنا الخطة الاستراتيجية، النهاردة عندنا 14 منطقة لوجستية. بنتكلم عن منطقة 100 فدان، وبنتكلم عن 50 فدان، وبنتكلم عن 80 فدان، وبنتكلم أقل منطقة 23 فدان. يعني احنا مش بنتكلم عن مجمع استهلاكي او مول كبير او كذا، احنا بنتكلم عن منطقة بيبقى فيها تعدد اغراض سواء للتجارة او للمخازن او لإعادة التغليف وعمل الطلب، وبالتالي بتبقى متعددة الأغراض. موجودة في 14 مشروع في 10 محافظات، ولدينا أراضي في كافة المحافظات، وإن شاء الله نغطي كافة المحافظات. هذه المناطق اللوجستية مهمة جدا جدا لسبب أحد مصادر العمالة الكثيفة، لسبب كتير قوي في الوظائف، وبالتالي نجد ان احنا في ال 14 منطقة بنتكلم في فوق 60,000 وظيفة مباشرة، وفوق 160,000 وظيفة غير مباشرة، من 1-3 تقريبا بتبقى وظائف غير مباشرة، وبالتالي وظائف بقى جيدة جدا مستدامة كذا. ولذلك اللي يروح المنطقة اللوجستية في طنطا يقدر يشوف قد ايه هذا العمل موجود وجيد جدا، واضاف الى محافظة الغربية الكثير، وخدم كذلك محافظات اخرى. بالإضافة للبنية الأساسية كان لابد من زيادة القدرات الإنتاجية. يعني احنا اتكلمنا في الصوامع كبنية أساسية، واتكلمنا في المخازن الاستراتيجية، واتكلمنا في المناطق اللوجستية. كان مهم جدا زيادة القدرات التصنيعية اللي عندنا في الصناعات الغذائية. وهنا بس بدي مثال على المطاحن، وسيادتك وجهت بتطوير المطاحن وأن نجعل مصر كذلك، مع أننا بنستورد قمح، إنما نستطيع أن نضيف عليه قيمة مضافة سواء في صناعة الدقيق أو صناعة منتجات المكرونة أو صناعات مباشرة على المنتجات. النهاردة مصر بتشتغل بكل طاقتها في صناعة الطحن، وما كان في القطاع الخاص بيشتغل ب50%، النهاردة بيشتغل ب100%. السبب طبعا احتياجات السودان وليبيا، وإحنا مغطينها بدرجة عالية جدا. تم وضع خطة متكاملة لتطوير كافة المطاحن، اللي حط هنا بس مطاحن القطاع العام ومطاحن القطاع الخاص. وكان ما قبل 2014 كان تم تطوير مطحنين، النهاردة تم تطوير 9 مطاحن، ورفعنا القدرات الانتاجية بتاعتها من 8500 طن يوم إلى 19700 طن يوم. وطبعا دي بتكلفة 400-500 مليون جنيه. طبعا ده من داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وكان قبل كده الموازنة المحطوطة للأسوشيشن اللي هنا اتطفت، فالزرب تيجي على الساعة 9 وتقفل.
طبعا تم عرض مع حضرتك تطوير قهوة فينا، وتم عمل شركة جديدة بالشراكة مع الخدمة الوطنية، وخدنا 126 فدان من أحسن المناطق بجنب سايلو فودز بنفس المنطقة في السادات، وجاري العمل تم الانتهاء من حوالي 40% من الأعمال الإنشائية، وتم وضع كراسة شروط ومواصفات لخطوط الإنتاج، وإن شاء الله هيتم يعني توقعي كان مفروض في 30/6 ده ننتهي، ولكن بنعتذر سيادتك إن يمكن 30/6/24 اللي نقدر ننتهي من مصانع قهوة إدفينا، بحيث يزيد القدرة الإنتاجية وزيادة التصدير. زي ما قلت 126 فدان هتتكلف بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه، وبالتالي تم جزء كبير يعني تم دفع يعني المباني تقريبا اكتر من في مباني انتهت وفي مباني على 40%. يا دكتور انت دفعت 600 مليون جنيه، دفعت 600 مليون جنيه يا دكتور مصطفى، دفعت 600 مليون دفعت جنيه، دفعت 200، لا كل اللي دفعته في الموضوع ده بتاع قهوه ادفينا لغايه دلوقتي 600 مليون جنيه. اكمل لك بس طب بقيتي الفلوس عشان التاخير بتاع بالمناسبه انا قلت لهم تعاقدوا يعني ما تنتظروش الدكتور علي، انا قلت لهم كده بجد. لا والله انا عارف تعاقدوا عشان نقدر نخلص في ميعادنا. انا بس عايز اقول لكم هي الفكره بتاعت ان احنا بنحيا قهوه ادفينا ليه؟ معلش انا يعني عشان الساعه 9 وانت قلت ان الوقت أزف يعني. شوف احنا المصانع دي كانت قبل كده بتطلع انتاج، كانت بيجي في الازمات بتاعت مثلا بين العروات وبين الكلام ده، فالناس تبقى متدور على منتج تقدر تجيبه بسعر مناسب مش كده؟ او حتى المرأة العاملة او كده تقدر تجيب بالمنتج ده وتستخدمه وتوفر وقت. وبعدين برضو تاني نتيجة إن الإدارة بتاعت الأمور ديت لسنوات طويلة تراجعت وانتهت، وانتوا كنتوا خلاص حتى خلاص فقلنا لأ احنا نجيبهم تاني ونعمل مصانع جديدة جدا. وحتى لما قلنا الإنتاج اللي انتوا كنتوا طرحينه انتوا تضعفوه، ضعفناه انا بقى. طب ليه؟ لأن الكمية اللي كانت مطروحة وقتها كانت بتناسب مع عدد سكان غير اللي احنا فيه خالص وغير اللي احنا رايحين له. وبالمناسبه انت قلت عشان التصدير، وانا معاك بس بعد ما ايه؟ بعد ما نلبي المطلب بتاع السوق المحلي بتاعنا، يعني بعد ما نخلص الناس بتوعنا. اي حاجه بنعملها الاول بنقول نلبي المطلب داخل الدوله، ثم لو احتاج لو في فرصه ان الكلام ده يطلع يتصدر نصدر. انا بس عايز اقول لي كل وقت نضيعه وفي مشروع زي كده او غيره احنا بنضيع فرصه، لان الاسعار بتتغير والظروف بتتغير. اتفضل. شكرا.